بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، إنما مائل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. كمان الجو هيكون لطيف في أول الليل ومائل البرودة في آخره على السواحل الشمالية الغربية ومعتدل على باقي الأنحاء. وفي النهاردة نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد. كمان في فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وفرص لأمطار خفيفة قد تكون رعدية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير كمان على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنين عن حالة الطقس خصوصا أنه فصل الربيع فلكيا بينتهي يوم 22 اللي هو كان امبارح. لا، هو فصل الربيع إن شاء الله متوقع أن هو يبتدي ينتهي 20 يونيو ويبدأ فصل الصيف 21 يونيو إن شاء الله. لكن احنا في تقلبات الربيع اللي هي ارتفاع وانخفاض في الحرارة، الأتربة والرمال والمصار اللي بتحصل دايما في الجو، لكن احنا مكملين اليوم في الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية بسبب الكتل الهوائية الصحراوية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية. فالعظمى على القاهرة الكبرى اليوم متوقع أنها تكون 34 درجة مئوية. المناطق الجنوبية هي أكثر تأثرا بارتفاع درجات الحرارة، وتوصل العظمى على محافظات جنوب الصعيد ل 42 درجة مئوية خلال فترة النهار. عشان كده خلال فترات النهار احنا احساسنا بالطقس هيكون طقس حار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وأيضا بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية. طقس شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد شمال وجنوب الصعيد خلال فترات النهار. تبقى بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية هي اللي درجات حرارتها نقدر نقول حول المعدلات ومعتدلة، منخفضة نوعا ما عن باقي مناطق الجمهورية، وأجواءها بتكون أجواء ربيعية مائلة للحرارة. خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس طبعا درجات الحرارة بتنخفض بشكل كبير وملحوظ. فترات الليل متأخر فترة الصباح الباكر، لكن الصغرى فترة الليل بدأت تتحسن طبعا عن الأسابيع الماضية، وبدأنا نسجل درجات حرارة بتتجاوز إلى 20 درجة مئوية خلال فترات الليل. فبدأنا نحس بالتحسن في درجات الحرارة فترة الليل، والأجواء أصبحت أجواء معتدلة على أغلب المحافظات اللي موجودة في الجمهورية فيما عدا بعض المناطق من سواحلنا الشمالية الأجواء عليها أجواء مائلة للبرودة خلال فترات الليل. يعني نقدر نفهم أن التباين الكبير في أول فصل الربيع بدأ يقل شوية، يعني نتجه للاستقرار في درجات الحرارة سواء الصبح أو بالليل. نوعا ما ايوه، البروده اللي احنا كنا بنحس بيها خلال فترات الليل بدات تختفي الحمد لله في اغلب مناطق الجمهوريه، بدات درجات الحراره فتره الليل ترتفع، فمش هنلاقي الفرق في فتره النهار حار جدا وفترات الليل برد جدا، الحمد لله الفرق ده خلاص يعني انتهى. ومناطق من السواحل الشماليه الغربيه هي اللي ممكن يكون فيها بروده فترات الليل، بس برضه الفرق مش هيكون كبير. لكن الاتربه والرياح المحمله بالرمال والاتربه مكمله معانا شويه، صح كده؟ يعني فرص استقرارها طبعا مكمله معانا على مدار الشهر ده، ويمكن لحد انتهاء فصل الربيع يبقى في فرص للاتربه والرمال المصارة. يمكن احنا اول امس كان في اتربه ورمال مصارة واستمرت معانا حتى صباح امس، الحمد لله اليوم وحتى نهايه هذا الاسبوع يعني حتى يوم الخميس القادم مش هيبقى في اتربه ورمال مصارة. وارد تاني تتكرر معانا في مناطق من غرب البلاد يوم الجمعه والسبت الجايين الاتربه والرمال المصارة. في تكرار لفرص الأتربة والرمال المصارة على مدار الأيام المقبلة إن شاء الله باختلاف الأيام طبعا. وكمان في فرص الأمطار، خلينا نوه عن فرص الأمطار لأن فرص الأمطار موجودة معانا على مدار باقي أيام الأسبوع إن شاء الله باختلاف المناطق طبعا. في المناطق الجنوبية أكتر بصورة أكتر، يعني المناطق الموجودة في شمال وجنوب الصعيد فرص أمطار خفيفة وقد تكون رعدية. بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، بعض المناطق من جنوب سيناء، المناطق دي كلها معرضه لفرص امطار خفيفه قد تكون رعديه. سواحلنا الشماليه الغربيه فرص امطار خفيفه، لكن مجمل الامطار غير مؤثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه، ومتوقع ان هو يكمل معانا باختلاف المناطق طبعا حتى نهايه الاسبوع. كمان ارتفاع درجات الحراره هو مكمل معانا لنهايه الاسبوع ان شاء الله. العظمى على القاهره الكبرى هتتراوح ما بين 32 ل 34 درجه مئويه، وخلاص الاجواء دي اللي نبدا نتعود عليها اللي هي الاجواء الحاره فتره النهار، ان درجات الحراره خلاص بدات ترتفع فتره النهار وبدات تعتدل فترات الليل. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه.
دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجة الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة العظمى فيها 34 والصغرى 21، العاصمة الإدارية 34-20، اسكندرية 27-18، العلمين الجديدة 26-18، مطروح 24-19، دمياط 29-19، بورسعيد 30-20، الإسماعيلية 33-20، السويس 32-21، العريش 30-18، كاترين 30-11، طابة 32-20، حلايب 31-24، وشلاتين 32-23، شرم الشيخ 36-23، والغردقة 36-23. هنروح للفيوم العظمى فيها 35 والصغرى 22، بني سويف 35-22، الوادي الجديد 39-23، أسيوط 36-23، سوهاج 38-23، قنا 40-24، الأقصر 41-23، وأسوان العظمى فيها 42 والصغرى 25. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان توصيات هيئة الأرصاد الجوية. مرة تانية هنرجع لمصطفى وجمال نكمل معهم باقي فقراتنا. نشكرك يا نمية، شكرا جزيلا. شكرا.